يقول السائل: ما حكم من قتل قاتل أخيه وهو في بلد لا تحكم بشرع الله وله الحق في القصاص وجزاكم الله خيرا؟ القصاص لا يثبت إلا بحكم الحاكم، هذه المسألة فوضى. يحكم لنفسه بالقصاص؟ ما يجوز هذا، ما يحكم بالقصاص إلا المحكمة الشرعية. نعم، القصاص له شروط، القصاص له شروط لا بد أن تتوفر، والشروط هذه لا يطبقها إلا القاضي، يرى هل الشروط متوفرة أو ما هي متوفرة، يحكم بالقصاص أو لا يحكم. المسألة ما هي فوضى، كل يقتل ويقول هذا قصاص، ما يصلح هذا، لهذا تسفك الدماء. نعم.